ديفيد معدن محلل الأسواق في إكويتي جروب ينضم إلينا. ديفيد أهلا بك. عادت قوة الدولار معنا من جديد من بعد بيانات التضخم وارتفاع عوائد السندات الأمريكية. بشكل عام عندما تنظر إلى أداء الدولار، أين تجد القمة أو البيك بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي عموما أو الدولار إندكس؟ البيانات الأقوى من المتوقع أدت إلى بعض التذبذب في أسواق العملات، لا سيما مع الدولار الأمريكي. في صباح اليوم كان الدولار في المنطقة الحمراء، ولكن شهدنا مكاسب حيث أصبح هناك 8.3% للسي بي آي، وهناك توقع بأن يكون هناك 8.1%. إذا شهدنا بعض التراجع في القراءات، ولكن لا نزال بعيدين على الهدف الخاص ب 2% والذي وضعه الفيدرالي والذي يتطلع إليه. ويبدو بالنسبة لي كما أن المؤشر الدولار خلال الأشهر القادمة والأسابيع القادمة ستستمر، وأعتقد أن المؤشر عند أعلى مستويات في 20 عاما. وصباح اليوم شهدنا تراجعات كبيرة، وأيضا بعد التصريحات بأرقام السي بي آي يبدو أن هذه هي البداية أو قد تكون بداية للارتفاع لمؤشر الدولار الأمريكي. وأنا ستفاجأ إنه بعد الأسبوع القادم وبعد اجتماع الفيدرالي قد يكون هناك إعادة اختبار المستويات العالية التي شهدناها في مؤشر الدولار. هل ترى بأنه العودة لمستويات دون الباريتي بالنسبة لليورو دولار باتت أعلى بالنسبة لهذا الزوج، وخصوصا بأنه الواضح بأن الفيدرالي الأمريكي قد يكون أكثر تشددا في السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي؟ أنا موافق تماما على ما تقولينه. أعتقد أن هناك زيادة في التوقعات بأنه سيكون هناك تراجع عن قيم التعادل، وقد نصل إلى مستويات أقل فيما يتعلق بأقل أو المستويات الأدنى في 20 عاما. وأعتقد أن هذا بسبب العمليات التجديد. البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة مرتين في الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أنه لم يصل إلى فترة التجديد، وذلك لأن لديه الكثير من الديون في الاقتصادات الأوروبية لا سيما إيطاليا. وأعتقد أن منطقة اليورو تقوم بما في وسعها لتجديد السياسة النقدية، وذلك لمواجهة التضخم. وبالتالي لا يمكن أن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر تشددا كما هو الحال مع الفيدرالي، وذلك بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو. وقد شهدنا الكثير من الاقتصادات في منطقة اليورو تعاني وتجد صعوبة أيضا في أن تقوم بدفع ديونها فيما يتعلق بالسندات أو سوق السندات. وأعتقد أن هذا في أذهان المتداولين، وعلى الرغم أننا شاهدنا حركة صعودية في اليورو خلال الأسابيع الماضية، ولكنني لا أعتقد أننا سوف نشهد ارتفاعا حادا في اليورو كما شاهدنا في الدولار في الأسابيع الماضية. طب بالنسبة للدولار الأسترالي ديفيد، ما هي وجهة النظر بالنسبة لزوج الدولار الأسترالي دولار أمريكي، وخصوصا بأنه عندنا تراجع بشهية المخاطرة، لدينا دولار قوي، ولدينا ما يحدث بالنسبة للاقتصاد الصيني وإجراءات كوفيد والتشدد المتعلق بالتعامل مع كوفيد اللي عم بيأثر على الاقتصاد، فأين ترى زوج الدولار الأسترالي دولار أمريكي خلال الفترة القادمة؟ بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كان يوما صعبا بالنسبة للإثنين. على جانب شهدنا ارتفاعا حادا في الدولار الأمريكي في جميع الأنحاء، وأيضا مقابل الدولار الأسترالي، ويبدو أن هذا قوي جدا الدولار الأمريكي. ولكن على الجانب الآخر الدولار الأسترالي وقع تحت ضغط قوي. كما ذكرت هناك مخاوف تتعلق بالإجراءات المتجددة بالنسبة لكوفيد في الصين،
وهناك شعور في الأسواق أن الصين لا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بكوفيد 19، حيث أن هناك سياسة تتعلق بصفر كوفيد، وهذا يعني أن أي مدينة كبيرة أو ميناء كبير سوف يقع تحت القيود، وشهدنا آثار اقتصادية بسبب الإغلاقات التي حدثت في الصين وفي شنزن ولا تزال مستمرة، وهذا بالطبع ما يؤثر على الصين والاقتصاد الصيني وعلى الدولار الأسترالي. وأيضا خلال الساعات الأخيرة بسبب الارتفاع في الدولار الأمريكي شهدنا تراجع حاد في أسعار السلع WTI والكرود والبلاتين والباليديوم، إذا هناك تراجع في جميع الأنحاء وهذا يؤثر على الدولار الأسترالي، وهذا يوم صعب بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. شكرا جزيلا لك ديفيد ميدن محلل أسواق في إيكويتي جروب.